بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقدم اليوم فيديو بعنوان أسرار وعجائب اسم الله الماجد. اسم الله الماجد من أسماء الله الحسنى. الماجد له الكمال المتناهي والعز الباهي، له العز في الأوصاف والأفعال، الذي يعامل العباد بالجود والرحمة. فالماجد اسم مشتق من المجد، والمجد في لغة العرب نهاية الشرف، نهاية السمو، نهاية الرفعة، نهاية الكمال. اللهم أنت الماجد المجيد الفعال لما يريد، نسألك الأمن يوم الحساب ويوم الوعيد. عزيزي المشاهد الكريم، اعلم ان اسم الله الماجد هو مكمل لاسم الله الواجد، فتقول الواجد الماجد. وفي نهاية هذا الفيديو أرجو عمل لايك وشير ليصل هذا الفيديو إلى أبعد مدى. الاشتراك بالقناة يشرفني ويسعدني، وأشكركم على حسن المشاهدة، وإلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى من سلسلة أسماء الله الحسنى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.